مع دخول الوسم تختفي هوية الريح، أي أن الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة، ويتحدد مسار السحب، أي أن السحاب تبدأ تأتينا من الجهة الغربية، ويبدأ ينكمش جسد الرطوبة وتتحول في كثير من الأحايين إلى ضباب. فالوسم من أهم مواسم السنة على الإطلاق، فعن طريقه نعرف ماهية الموسم القادم من حيث الإمطار والربيع والإجداب. فاستمرار الرياح الرطبة طوال موسم السهيل هذا مؤشر إيجابي، وتلاشي السحب العابرة على وجه السماء طوال موسم السهيل هذا مؤشر سلبي، فهو علامة نستدل به، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فمع دخول موسم الوسم نودع رياح السموم وتختفي عنا لمدة 6 شهور تقريباً، ونستقبل الرياح المشوبة بالبرودة والرياح الباردة كذلك، خاصة في الصباح الباكر، وتسكن معنا طوال موسمي الشتاء والربيع القادمين. تتحول الرطوبة الخانقة على السواحل إلى رطوبة ناعمة، ترتاح الخليقة برمتها، فيكثر توالد بهيمة الأنعام وتخضر أوراق الأشجار، فهو موسم محبب لنفوسنا. من عاش في الدنيا بغير حبيب فحياته فيها حياة غريب، ما تنظر العينان أحسن منظرا من طالب إلفا ومن مطلوب.